ايه مالك؟ عايز فلوس؟ انا تعبان قوي يا مروان، وفي حاجه جوايا ومش قادر اشيلها، وبصراحه عايز اريح ضميري كده واقول لك عليها وخلاص. ايه اتخانقت مع شمس؟ مروان انت الوحيد اللي وقفت جنبي في البيت ده وساعدتني، وده جميل انا مش قادر انساهولك. بس في نفس الوقت انا مش عايز اشوفك كده تعبان ومهموم وبتتحرق من جواك. الالغاز اللي انت عملته قولها دي، ما تتكلم طوالي. انت جيت لي مره مروان البيت وسالتني اذا جت الست جبريه هي اللي خرجت من بيت فريده للي اتعزى ابوك ولا لا، وانا جاوبتك وقلت لك اه. بصراحه مروان انا كدبت عليك، واللي خرج من بيت فريده ليلتها تبقى الست كريمه. انت بتقول ايه؟ انطق! حسك راح فين؟ كريمه هي اللي قتلت فريده؟ ايوه كريمه هي اللي قتلتها. انا بصراحه خفت اقول لك عشان ما تولعش في البيت، بس قلت لو عرفت ان امك هي اللي قتلتها انت اكيد هتسامح امك يعني. انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه دلوقتي؟ انا ممكن اولع فيك. سيبني طول الفتره اللي فاتت دي وانا عمال اظلم في امي وهي بريئه؟ ليه؟ كريمه هددتني. هددتك ولا بقت نفسك ليها؟ يا جوز اختي! عشان ايه؟ جبريه ضربتك بالسكينه؟ انا بصراحه تعبانه يا مروان وعايز ارتاح، وعايز اربي ابني من غير ما اشيل ذنب حد. انت شايل ذنب انا؟ قول لي مخبي عليه يا ايه تاني؟ مين يعرف ان كريمه قتلت فريده غيرك؟ معرفش، انا كل اللي اعرفه ان انا عايزك تسامحني وخلاص. اسامحك على ايه؟ ايه؟ غور، غور من قدامي غور! مروان ازيك يا حبيبي؟ وحن في ايه؟ اقعدي. كنت فين يا كريمه ومع ابوي؟ كنت عندي فريده مش كده؟ ساكته ليه؟ انطقي. مش هيعرفوا؟ كنت فاكر ان الايام هقولك خلاص انا هقف في صفك واللي فات مات يا كريمه؟ للقلب تعملي كده؟ روحي طوعتك تقتلي مراه في بطنها ولدها؟ ايه قلبك حجر؟ والله العظيم ما كنت اقصد، والله العظيم ما كنت اقصد، وربنا وحده هو اللي شاهد عليا. انا لما رحت بسلامة نية، وكنت بدافع عن نفسي مش اكتر. انا عارفه ان انت مش هتصدقني. مهما تقولي مش هصدقك، عارفه. ود ودي اخد روحك دلوك. انت اتحدفت علينا من اني داهيه؟ مصيبة سودة وقعت على دماغ عيلة عبد الجواد. قتلت مرتي وولدي ولا كأنك عملت أي حاجة.
قسما بعز جلالة الله، لولا اللي انت مره انا كنت دفنتك مطرحك او قطعت لحمك ورميته للكلاب تنهش فيه. لكن هرجع واقول اعمل زيها ابني صورة اعلى من اللي هي عملته؟ لا، عقلي بيقول لي ان انا ما اطلعش من هنا الا لما اخد روحك. اعمل اللي انت عايزه، لو عايز تموتني اعمل كده، بس بحلفك بيمين المصطفى اسال قلبك الاول، انا قصدي اموتها ولا كنت بدافع عن نفسي؟ اعمل اللي انت عايزه. مش هصدقك، اخر حاجه هقولها لك، الاهل بيدوسوا على نفسهم عشان خاطر عيالهم، وانتي دوست علينا كلنا، هرستي نهرس. روحي يا شيخه، منك لله، منك لله. تعالي يا حبيبتي، تعالي على مكتبي. الحمد لله الواد نام. الحمد لله. الحمد لله. بقول لك ايه، لازم تاكلي وتتغذي. لا لا، اكلي ايه، انا مش جعانه خالص. لا مفيش الكلام ده، انت عايزه الواد يطلع ضعفان؟ لا ضعفان ده ايه، ده يطلع زي الفل. بقول لك ايه، انا عامله حله محشي ورق عنب من امبارح تستاهل بوجك، وهعمل لك جنبها اتنين فروج ولا لحمه. حله مره واحده؟ نقعد ننجنك فيها كده مع بعض. لا لا لا، انا مش قادره خالص، ماليش نفس الحاجات دي. لازم تاكلي عشان تربرب كده وتبقي زي البطايه، تمشي في البيت يمين وشمال ويمين وشمال. ايه مزه؟ ولا يمين ولا شمال، يا بختك يا فتحي. فتحي ايه دلوقتي؟ قولي لي هتاكلي ايه. انا متشكره قوي يا شمس والله. متشكره على ايه بس؟ عارفه لو زينب مش هتعمل اللي انت بتعمليه ده. اما عيله مخبوله بصحيح. ايه اللي جاب سيرة زينب دلوق؟ غوين نكد، صح؟ سيبيني اقوم اعمل لك الاكل الجميل مع المحشي والفريك والبط والوز والملوخيه وشوربه ورقاق وحمام، ونحل بصينيه كنافه ونحبس بالشاي، وبعد الملوخيه اعمل لك شوربه رقاق، بعد شوربه الرقاق. سامحيني يا امه، سايق عليك النبي، تسامحيني. أنا غلطت في حقك. واللي أنت عاوزة تعمليه فيا اعمليه. لو هتضربوني بالنار اضربيني وريحيني، أنا راضي. بعد الشر عليك. أنا عرفت كل حاجة، أنا عرفت الحقيقة. عرفت إيه يا مروان؟ عرفت إن كريمة هي اللي قتلت مرتي وولدي. بس قسماً بعز جلالة الله أنا ما هسيبها. مروان، كأنك لا عرفت ولا سمعت حاجة، فاهم؟ إزاي يمّا؟ إزاي؟ زي ما بقول لك، عشان تفضل ولدي حبيبي، وادعي لك من قلبي وافضل راضي عليك. عشان اعرف مين اللي قتل مراتي وولدي واكتم في قلبي واسكت؟ اسكت، عشان كلنا قدام ربنا في ميزان واحد، هو الغفور الرحيم وهو المنتقم الجبار. لو هتحاسب كريمه يبقى لازما تحاسبني انا كمان. حاسبك على ايه يما؟ على الباب اللي فتحته للشيطان ولا عرفت شكفله.